قطاف الأفاني. قطاف الأفاني. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. قطاف الأفاني. قطاف الأفاني. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصا بالإنفاق على البعيد عنك، بل هو عام يشمل حتى الإنفاق على ابنك وابنتك وأمك وأبيك وزوجتك، بل ونفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلمة جامعة نافعة مانعة، قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. قطاف الأفاني.